نعم رامي وحيد، أهلاً بيك ومنور وشوشة. أهلاً سهلاً. رامي، أنت كان عندك فيلم اسمه المماليك، انتهيت منه من فترة وكان المفروض أنه هينزل في موسم العيد وتأخر لغاية دلوقتي، ممكن نعرف إيه الأسباب؟ والله الفيلم ظروفه صعبة جداً، وأولاً إزيك يا فاروق؟ ربنا يوفقك، رجعت تاني وإن شاء الله برنامج ناجح. مماليك يمكن يكون فيلم عزيز على قلبي جدا لانه قعدنا فتره كبيره بنشتغل فيه. الفيلم ده فيه فيري جود كاستنج، الناس كلها في مكانها. يمكن الفيلم ده ما يكونش فيه اسماء كبيره، ولكن فيه شغل ورا الكاميرا مهم، شغل قدام الكاميرا الترجم يعني للتعب اللي كان قبل الشغل. الفيلم ده قعدنا نصور فيه كتير لان ظروف الانتاجيه كانت صعبه شويه. المنتج اتعثر وكملنا، ويعني لمينا الحكايه على قد ما قدرنا، وخرج فيلم يبان انه امكانياته كبيره، وفعلا اتصرف عليه في الاخر رقم الحمد لله كويس. خلص مونتاجه وشركه الانتاج بتتعاقد دلوقتي مع شركه التوزيع، وفي اقرب وقت باذن الله هينزل في السينما. معايا في الفيلم عمرو عبد العزيز، نوع اسماعيل، خالد حمزاوي، غيبة جريشة، محمود عباس، محمود الحسيني، احمد العيسوي، كل المطربين الشعبيين، العجوز حسام الشرقاوي، رمضان برنس، ان شاء الله يعمل رد فعل ان شاء الله كويس. رمضان انا عندي مسلسل اسمه شط بي اي بي، يعني فضلت ان اول بطوله ليا في الدراما ما تبقاش في رمضان. رمضان فيه استاذ عادل امام واستاذ محمود عبد العزيز وكل نجوم مصر بيعملوا مسلسلات مهمه وقويه وتستحق المشاهده. كمان في كاس العالم في 14 يوم، اول 14 يوم من رمضان كاس عالم. طبعا مش يعني هتظلم جدا لو نزلت بمسلسل في الوقت ده. اتمنى المسلسل ينزل بعد رمضان، وانا كنت بحارب المسلسل ينزل يا قبل رمضان يا بعد رمضان، المهم ما ينزلش في رمضان لانه يعني موسم والناس كلها بتنزل تتفرج على النجوم اللي بيحبوها. انا اتمنى انه احنا عاملين مسلسل فعلا تعبنا فيه، مسلسل جديد، وبنقول انه لاول مره هنصور على بحر ورمل كتير العدد ده من المشاهد. احنا عندنا 60% من المسلسل على البحر. احنا لو هنقول شبه ايه، شبه مسلسلات امريكاني، شبه باي ووتش، البادي جاردز اللي كانوا على البحر اللي كانوا بينقذوا الناس، وبتحصل ما بينهم حالات رومانس ودراما كتير. ده شط الاي اي بي. معايا راندا البحيري، عمرو عبد العزيز، نهى اسماعيل، دينا عبد السعود، رانيا الملاح، استاذ طبعا عبد الله مشرف، استاذ محمد الصاوي، وشباب كتير عاملين ادوار تجنن يعني. ومسلسل دراما رومانس كوميدي، كل المشاهد شكلها حلو والوانها حلوه وتمثيلها ناس عاملين فيه شغل حلو قوي. تاليف عمرو فهمي واخراج اشرف عبد المعطي، ويا رب ينزل في وقت كويس. وهو ميني مسلسل، ما اقدرش اقول عليه سيت كوم لانه معمول بشكل مختلف شويه لانه متصور خارجي كله، ما فيهوش ولا ديكور. عايز اشكر الجيش المصري الاول انه اتاح فرصه كبيره لمنتج الفيلم ولينا ككاست يعني انه نستخدم الات حرب سنه 73 وانتصار اكتوبر، سواء الات الحرب لينا او الات حرب العدو. قبل ما نتكلم على كمان المعدات والأسلحة وحتى اللبس، إنه إزاي الجيش المصري يكون عنده الوعي ده وفاهم إن الفن قادر يجسد البطولات دي. وإحنا بنتكلم على بطولة واحدة، في بطولات كتيرة حصلت أقوى بكتير من الدراما اللي إحنا بنعملها. البطولات اللي حصلت في الحقيقة يعني موضوع فعلا حقيقي. احنا بنتكلم عن كتيبه دخلت خلف خطوط العدو بيقودها ضابط اسمه صفي الدين غازي، قصه حقيقيه. الضابط ده ازاي هو والمجموعه اللي معاه من جنود بيعرفوا يقوموا بالمهمه اللي كانوا مكلفين بيها. يعني ايا كان الفيلم اسمه ايه؟ الفيلم اسمه اساسينا.
تأليف عادل عبد العال وإخراج حسن السيد، والفيلم مكتوب بشكل درامي يعني فظيع. إنتاج مين يا رب؟ إنتاج عادل عبد العال برضو، بطولة عمر رمزي وماهر عصام ومجموعة كبيرة جدا من النجوم. يعني البطل في الحدوتة هو الموضوع أكتر منه يعني أسماء يعني، وده اللي خلاني موجود في الفيلم بدور الضابط اللي بيقود العملية دي صفي الدين غازي، إنه إزاي لعبنا على يعني خدنا تفاصيل من الحقيقة فعلا وبنيناها وتوظف الدرامين بشكل كويس، إزاي عملنا بقى التفاصيل اللي هي اللي ممكن حد يعرف يوصفها لك لأنها حاجة أنت ممكن تحس بيها أنت والناس اللي معاك، إزاي في الظروف دي ممكن يحصل ما بينكوا حالة حميمية، إزاي حد يحكي عن اللي جواه ويحكي وحاسس بإيه وبيحلم بإيه ونفسه يعمل إيه. البطولات دي يعني مهمة جدا إن احنا نشوفها ونعرف قد إيه في ناس ضحت بروحها وبدمها علشان احنا نعيش في كرامة. فأتمنى أن ربنا يكرمنا وإن نقدر نوصل الرسالة دي، وإن شاء الله الفيلم ينزل في احتفالات أكتوبر 6 أكتوبر يوم مصر العظيم طبعا برد كرامتنا كلنا كمصريين. هتبدأوا تصوير إمتى؟ إن شاء الله الأيام الجاية دي احنا بنحضر، وزي ما انت شايف أنا مخصص وبتاع وبتمرن كل يوم. إن شاء الله في أقرب وقت نبدأ التصوير إن شاء الله. الفنان رامي وحيد نورت وشواشة بوت أورج، وإحنا بنسيب لك الختام تحب تقول إيه الجمهور وشواشة اللي بيشوفك دلوقتي؟ أحب أقول لهم يعني كل سنة طيبين، أنا مبسوط وأول مرة معاكم في برنامج جديد وإن شاء الله في تقدم دائم، ومبروك لفاروق ومبروك ليكوا كأشواشة وإن شاء الله بالتوفيق.